السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء ليوم الأربعاء 16/10/2024. فضلا منكم وتكرم أتمنى اخواتي تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء: سعر الجنيه الاسترليني 65 جنيه، سعر الدينار الليبي 10 جنيه 33 قرش، سعر الدينار البحريني 135 جنيه 16 قرش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 132 جنيه 9 قروش، سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 71 جنيه 11 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 164 جنيه 60 قرش، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 14 جنيه 50 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 14 جنيه، سعر الريال السعودي 13 جنيه 45 قرش، سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 64 جنيه، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 49 جنيه 61 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 88 قرش. بشكركم اخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير والصحة والسلامة على الدوام. في الختام دايما اللهم امين يا رب على كل دعاء وفولو بحضراتكم.